بابي يعني كان طول يعني طول الوقت طبيعة شغل وسفر، فدي كانت يعني من أصعب الحاجات تقريبا اللي في حياتنا، ان هو كان بيضطر يبقى مش متواجد كتير، بس كان دايما يعني بحس ان هو يعني على قد ما يقدر يعني، يعني حتى بيقطع اجازات، يعني كان يبقى في الشغل بتاعه ينزل اجازات كتير. يعني فاكره ساعه لما كان بيمرن الاسماعيلي، كنا احنا ساعتها يعني ممكن يجي اجازه بس يبص، يعني ينزل في اليوم يبص بس علينا ويطمن علينا ويرجع تاني. ولما كان بيبقى مسافر بره حتى مصر، كان بينزل ممكن في الشهر كذا مره، حتى ان شاء الله يقعد يومين علشان بس يطمن علينا ويرجع تاني. فكنت بحس يعني ان هو فعلا دايما يعني بيتعب نفسه، يعني مش ان هو مسافر ويعني ومش شايل همنا، يعني كان دايما شايل همنا، وكان دي اكتر حاجة فعلا بحسها صعبة. يعني اهم حاجة هي الهدوء والتفكير العميق. يعني كابتن محسن مش ما بينفعلش في اتخاذ القرارات، ودي ميزة انا اتعلمتها منه. بيفكر في الامور بشكل هادي ومن كل الجوانب، مش يعني ما بينفعلش في اتخاذ القرار، ودي حاجة من الحاجات اللي انا يعني اتعلمتها منه، انه في اي موقف الواحد لازم يفكر بشكل هادي. واعتقد ده كمان يعني بيبان في كل القرارات بتاعته، حتى في افعاله وفي كل المواقف. دي اهم ميزة عند كابتن محسن صالح، ويعني اعتقد دي كمان اللي دايما بتخليه عند حسن ظن الناس والجماهير فيه، ودايما بتخليه محبوب من كل الناس. بابي كان نفسه في ولد، بس جيت انا بقى، هو طبعا حبيب قلبي، يعني بحبه في يعني اتشرف انه فيا منه حاجات، بس طبعا هو في حاجات كتير احسن، يعني نفسي ابقى زيه فيها. وما فيش، هو كان على طول بياخدني النادي معاه، واحنا من بيت اهلاوي قوي، يعني حتى جدتي الله يرحمها كنا عايشين معاها، كانت اهلاويه جدا. ابي بيبو كان على طول عندنا، اول اسم انا نطقته بيقولوا لي يعني وانا صغيره كان شطه، وكنت على طول معاه في النادي يعني وكده وبس. يعني من وانا صغير جد من الناس اللي خلتني احب الكوره، يعني هو يعني من الناس شجعتني اللي انا العب كوره لغايه يعني ما بطلت الفتره عشان المذاكره وكده. من الحاجات اللي انا فاكرها اللي انا وانا صغير قوي كنت بخاف منه، يعني لو انا عندي سنتين مثلا كنت بخاف منه، لغايه بقى ما كبرت وهو بقى من اهم الناس اللي في حياتي، ويعني من غيره ما كنتش هوصل للي انا فيه ده يعني دلوقتي. من الناس اللي انا من غيرها ما كنتش هبقى اللي انا فيه دلوقتي. علاقتي ببابي ان انا هو بيعتمد عليا دايما في كل حاجه، حتى في القرارات يعني الفاينانشلز والماديات، يعني انا المخ وهو العضلات، فهو دايما بيحب ياخد رايي في حاجات كتير، ودايما بنتخانق مع بعض بسبب الموضوع ده، عشان هو بيغير رايه كتير قوي، بيتفق معايا على اتفاقات وبعدين بيرجع فيها. بس انا بحس ان انا وهو مسؤولين من بعض، يعني مش بحس ان هو بس المسؤول، ان انا المسؤوله منه، بحس ان هو كمان مسؤول مني، فلازم دايما اديله نصايح، وقبل ما يطلع في برنامج لازم اشوف هو لابس ايه. بجد بيعمل لي جمبري وكاريماري وغندوفلي، فبحبه قوي وبيعمل حاجات اللي بحبها. علاقتي مع بابي مختلفة شوية، عشان أنا مامتي توفت وأنا صغيرة، فكان هو بالنسبة لي يعني مامتي وبابايا فعلا. تقريبا كل أول حاجة تعلمتها كان بابي اللي علمهاني، ودلوقتي بعد لما أخواتي اتجوزوا وأنا عايشة معاه، فإحنا على طول مع بعض، يعني نسافر برا مع بعض، بنروح النادي مع بعض، بنعمل كل حاجة مع بعض. بابي يعني يمكن اكتر حاجه بقدر اقولها عليه ان هو حنين قوي قوي قوي. هو مثلا بيطبخ لي، مثلا لازم هو اللي بيعمل اكل، هو على طول مهتم بكل التفاصيل، موجود من غير، هو مش متكلم قوي، هو هادي، بس هو من غير ما يحتاج يتكلم نظرته بتبين كل حاجه. هو بيخاف قوي 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 علينا. قبل ما العب كوره كنت بلعب رمايه، ودي كانت عجباه عادي، كان بيجي لي البطولات بتاعتي كده وكان عايزني اكمل، وكان بيقعد يديني نصايح في الرماية والسوش الكورة. وكان يعني في الأول هو عامة كتمرين وكده هو بيخاف علينا جدا، بس
بيحاول برضو يبقى في النص معانا يشوف احنا بنحب ايه وكده، وهو برضو يحاول يقرب شوية. فلما كنت بلعب رماية كان بيقعد برضو يديني نصايح في كده، في ان انا بقى هادية وما تعصبش في التمرين، وان انا لازم التزم وكده عشان ساعد ببقى مش ملتزمة جدا وحاجة. ربنا يخليهم لك ويخليك ليهم. الله يخليك.